انضم إلينا الآن ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الحميد قطب، رئيس تحرير موقع الحقيقة بوست من إسطنبول. سيد قطب مساء الخير. لو بدأنا بإطلاق الزميل محمود حسين، يعني السؤال يعود من جديد الحقيقة طبعا مع الفرحة لإطلاق سراحه وإن كان إفراج مشروط، لماذا اعتقل الرجل أصلا ولماذا يفرج عنه الآن؟ نعم، بداية تحياتي لك أستاذ صالح وتحياتي لجمهور قناة الحوار. طبعا من المعروف أن الزميل محمود حسين وجهت إليه اتهامات، كلها اتهامات يعني واهية واتهامات باطلة تعود عليها النظام المصري. الزميل محمود حسين كان معروف، يعني هو يعني لم تصدر عنه أي تصريحات معادية للنظام المصري، وكان يعني سبب القبض عليه أنه كان في زيارة عادية إلى مصر رغم الظروف والأوضاع في مصر، ومع ذلك هو رجل آمن يعني آمن أن النظام ربما لن يتعرض له، وده دليل على أن هو كان يعني متأكد أنه لم يرتكب أي جريمة ضد النظام، وبالتالي نزل في زيارة عادية لزيارة أهله وتم القبض عليه كما رأينا. يعني طبعا وجه له اتهامات سخيفة، واتهامات طبعا تعودنا عليها من النظام لكل من يخالفه في الرأي ولكل من لم يتماهى مع هذا النظام في مخططه الأساسي. بالنسبة للإفراج عن الزميل محمود حسين، أعتقد أنه يعني ربما تكون ترجمة للضغوط التي تمارس حاليا على النظام المصري، وأعتقد أن هذا الإفراج سيلحقه طبعا وستتبعه إفراجات أخرى نتيجة كما قلت لك الضغوط التي تمارس على النظام المصري، وخاصة طبعا بعد مجيء بايدن. أعلن عن هذا بشكل واضح مذيع الانقلاب العسكري في مصر عمرو أديب عندما قال أن خطوة الزميل محمود حسين ستتبعها خطوات أخرى للإفراج عن الموقوفين والمحبوسين احتياطيا وغير ذلك من المعتقلين في سجون النظام. طبعا معروف أن سجون النظام تتكدس بآلاف المعتقلين الأبرياء بدون أي تهمة سوى. طيب سيد عمر، سيد قطب، يعني باعتقادك هل نأخذ كلام عمر أديب كتسريب ربما من النظام أو معلومة موثوقة أننا نحن الآن بالتأكيد أمام انفراجة قادمة في السجون المصرية؟ يعني هو عمر أديب بكل تأكيد أنها تسريب واضح، سبقتها أيضا حوار بينه مع مصطفى بكري كمدافع عن النظام، والأكاديمي معتز عبد الفتاح يطرح وجهة نظر أخرى كانت هي برضو مؤشر على أن هناك ربما تحدث انفراجة. كلام عمرو أديب جاء في حلقة دخل فيها السيسي بمداخلة مباشرة بما يعني أنه تأكيد على كلام عمرو أديب، وبالتالي أعتقد أن لا شيء يعني بكل تأكيد المرحلة القادمة ربما تكون مرحلة ربما نشهد انفراجة في الملف المصري على مستوى ملف المعتقلين وهو الملف الأساسي في المقدمة. ربما يقدم النظام بشكل كبير على إجراء إصلاحات سياسية ربما يسمح ب يعني ربما يسمح بمعارضة شكلية لتحسين وجهه أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، ربما يعني طبعا يجري بعض يعني التعديلات في النظام والشكل الأساسي للانقلاب أو للدولة. ربما طبعا هو يجبر على تقديم تنازلات كبيرة سواء على مستوى ملف المعتقلين أو على مستوى هو مؤسف جدا سيد قطب أن تبقى مصر ووضعها الحقوقي رهينة بمتغيرات الوضع في البيت الأبيض وليس تفاعلا مع حقوق المصريين وآمالهم وتطلعاتهم. أنا أذكر فقط بأنه الأعداد على الأقل التي لدينا، هناك تقريبا ما بين 27 إلى 6 أو 26 صحفي بعد إطلاق الآن الزميل محمود حسين، بالإضافة طبعا إلى عشرات الألاف المعتقلين السياسيين الذين حكم على بعضهم والبعض الآخر ربما مازال ينتظر.
باعتقادك إذا سلمنا بهذه الانفراجة سيد قطب، هل ترى أن البداية قد تبدأ بالصحفيين أو ربما المعتقلين السياسيين، وقد يكون التركيز على من يوصفون بالعلمانيين غير الإسلاميين في السجون؟ كيف سيكون اختيار نظام عبد الفتاح السيسي في الإفراج المقبل ربما؟ يعني طبعا هو يعني نتيجة للضبابية المشهد حاليا، يعني ما نستطيع أن احنا نحدد من هي الشخصيات المرشحة للإفراج عنها، ولكن هناك بعض التسريبات كثيرة. لكن يعني بشكل عام طبعا من المؤكد أن في مقدمة المفرج عنهم سيكون طبعا الصحفيين، سيكون المنتمين لغير التيار الإسلامي، سيكون النشطاء وغير ذلك. لكن في خضم الأوضاع الحالية هناك تسريبات عن ربما مصالحة قادمة ما بين النظام وما بين جماعة الإخوان المسلمين. هذا الأمر أصبح مطروح بشكل كبير، وخاصة بعد المصالحة الخليجية والحل السياسي في ليبيا. ربما نشهد إفراج عن قيادات الإخوان المسلمين، هناك أسماء بدأت يعني تتسرب إلى الإفراج عن الدكتور سعد عمارة، الأستاذ باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس مرسي. يعني هناك يعني إلى الآن لم يحدد الشكل، ولكن هناك تسريبات. ربما يعني كل السيناريوهات متوقعة، لكن من المؤكد أن مصر ربما في المرحلة القادمة مقبلة على انفراج. هذه الانفراجة، خلينا نؤكد أن هذه الانفراجة لم تأتي برغبة من عبد الفتاح السيسي، ولا برضا عبد الفتاح السيسي، ولا بقبول عبد الفتاح السيسي، ولكن هي جاءت نتيجة الضغوط التي تمارس عليه. يعني سبق أن عرض على عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة منذ الانقلاب العسكري أنه يقوم بإجراءات إصلاحية ويقوم بتهدئة مع الأطراف المعارضة أو في مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، وكان يرفض بتاتا. وعندما كانت تمارس عليه ضغوط شديدة كان يناور ويعني يماطل في هذه الأمور. شفنا مثلا يعني أخي صالح في بداية افتتاح الدورة البرلمانية الانتخابات مجلس الشعب في الماضيه، نعم، تحدث بكل صراحه وقال في افتتاح الجلسه الاولى للانتخابات الماضيه، وقال انكم يعني دعا الاعضاء هذا المجلس الى قبول الاخر، وقال لهم كونوا مستعدين لقبول الاخر. البعض اعتبر ان هذه بدايه مؤشر طبعا لانفراجه في الازمه المصريه، وكذا كانت عليه ضغوط انذاك لان كانت هناك حكومه الرئيس الاسبق اوباما. لكن هو يبدو انه كان بيراهن على مجيء، ربما الحلفاء اقنعوه انه يراهن ويماطل الى مجيء ترامب. وبعد ان جاء ترامب طبعا شفنا تصرفاته وشفنا اجراءاته القمعيه، وازداد شراسه في مواجهه المعتقلين، حتى انه قال يعني انه كان لبدايه اعدامات لجماعه الاخوان المسلمين لولا ان مورست عليه ضغوط وتراجع عن هذا الامر. الشاهد في هذا الامر ان هذه الانفراجه القريبه في الملف المصري ستاتي طبعا بلا شك بضغوط مورست على السيسي. الاداره الامريكيه الجديده لن تتساهل مع ما قمع بها عبد الفتاح السيسي، ليس لانه يعني يقمع المصريين ولانه يعني ضد الديمقراطيه، ولكن الاداره الامريكيه الجديده وصانع القرار الامريكي الجديد الان يعني هو ينظر الى حلفاء ترامب على انهم اعداء للاداره الامريكيه الجديده. في مقدمه حلفاء طبعا بن سلمان، محمد بن زايد، عبد الفتاح السيسي، هؤلاء في مقدمة حلفاء ترامب. السيسي بالنسبة لترامب كان دكتاتوره المفضل، كان يعني يمشي على نهج ترامب وعلى سلسلة ترامب، وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية الضغوط التي ستمارس على حلفاء ترامب ستمارس لأنهم كانوا داعمين لدونالد ترامب، وبالتالي أعتقد أنها ستكون ضغوط شديدة. وهم من جهتهم طبعا يحاولون بقدر الامكان تهدئه الامور، يعني السعوديه سارعت بالمصالحه الخليجيه من اجل امتصاص غضب الاداره الامريكيه، سارعت ايضا لمحاوله حل الملف اليمني وهو الملف الاساسي، سارعت ايضا لارضاء تركيا حتى لا
حتى لا تصعد ملف خاشقجي يعني. وبالتالي في المقابل أيضا الإمارات سارعت ببعض الخطوات من هذا، أعلنت أمس أنها انسحبت بشكل كامل من اليمن عندما تحدثت الإدارة الأمريكية عن حل الملف اليمني. أيضا مصر طبعا بالنسبة لها هو الملف الداخلي الأساسي، يعني الملف الداخلي، الملف الداخلي طبعا هو ما يقوم به السيسي من إجراءات قمعية وغير ذلك، سيتراجع عنها السيسي بسبب طبعا الضغوط الأمريكية التي مورست عليه. نعم. وأيضا الضغوط الداخلية أيضا، يعني هناك ضغوط داخلية الآن، خزانة الدولة خاوية على عروشها، لم يعد في خزانة الدولة أموال أنفقها كلها السيسي على مشاريع الوهمية، على مشاريع قناة السويس الوهمية التفريعة، أيضا على العاصمة الإدارية الجديدة التي استنزفت كل ميزانية الدولة. حتى الآن لم يتبقى في الدولة يعني دولار واحد يعني في خزينة الدولة، أنفقها كل عبد الفتاح السيسي ولجأ بعد ذلك إلى الاستدانة من هنا ومن هناك. وعندما يعني فشل في الحصول على دعم من كل الأطراف حتى حلفائه الأساسيين، بدأ في بيع أصول الدولة، بدأ في سن قرارات من شأنها يعني مثل موضوع هدم البيوت في مقابل دفع، ولهذا زادت حتى الرسوم وغير ذلك. فبالتالي هذه ضغوط عليه بشكل كبير تجعله يلجأ إلى حلول ربما الامتصاص الغضب، وربما هي تكون حلول تكتيكية وليست استراتيجية. الأستاذ عبد الحميد قطب، رئيس تحرير موقع الحقيقة بوست، كنت معنا من اسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.